فإذا هذا يشير إلى أن حزب الله لم يكن يضع خطة، بل بالعكس هو تفاجأ ودفع ثمن هذا التفاجؤ بكثير من قياداته الأساسيين. فإذا نحن أمام واقع يشير بشكل واضح إلى أن هذه المعلومات يعني ناقصة ومجروح بها، ولا تعكس بشكل واضح مصادر تستند إليها بشكل منطقي وعملي. لأن كما ذكرت الواقع كذبها، ويشير إلى أن الساحة لم تكن بهذا الترتيب، ولم تكن بهذا الموضوع، ولم تكن بهذه الفعالية. يعني دفعت أثمان بالعكس أنها لم تكن على علم، ولو كانت على علم لكان الحذر ولكانت الخطة ولكانت الاستعداد. قد وفر على المقاومة وعلى حزب الكثير من التضحيات التي دفعها في الأيام الأولى. طيب سأنتقل إلى الجانب الآخر. سيد يعرب، أهلا بك معنا. هل تتوقع بأن الاتفاق كان ناقصا والسنوار تصرف بمفرده للحفاظ على موقعه مثلا، أم ماذا بعد هذه التقارير التي نشرت؟ نهارك سعيد تهاني، وتحياتي للضيف الكريم والمشاهدين. أنا أرى عكس كل ذلك. ما كان لهذه العملية 7 أكتوبر أن تحدث بضخامتها ونوعيتها والإعداد المسبق والكبير لها وما نتج عنها من دون علم إيران، أو على الأقل علم المحور الأقوى أو الذراع الأقوى لإيران وهو حزب الله. إذا أردنا أن نفهم ذلك علينا أن نعرف ماذا حدث، ماذا كان يحدث قبل 7 أكتوبر لنفهم ماذا حدث، لماذا حدثت 7 أكتوبر. ما قبل 7 أكتوبر كان هناك مفاوضات أمريكية سعودية هندية، الممر الهندي الكبير الذي يمتد من الهند إلى الإمارات إلى دول الخليج، صعودا إلى الأردن ثم إلى اليونان ومنه إلى كل أوروبا. يعني خط اقتصادي كبير، ليست الأهمية بهذا الخط لأنه سيأخذ سنوات، إنما الأهمية في خط نقل المعلومات. وهذا الخط اشترطت السعودية، المملكة العربية السعودية، كي توافق عليه. إبرام اتفاقية أو معاهدة أو يعني إذا جاز التعبير مبادرة، هي ليست معاهدة، مبادرة حل الدولتين، هذا هو الشرط السعودي الأساسي. مبادرة حل الدولتين، هذا الاشتراط على أمريكا، مقرونا بشرطين آخرين: التزود بالقدرات النووية السلمية طالما إيران بهذا الوارد، ومعاهدة دفاع مشترك. هذا ليكن معلوما